المهم احنا هنشوف اول فيديو طلعته اسراء تحكي على اللي حصل لها. اتفضل. حصل ان هما ضربوني الضرب علقه الموت اللي انا اخدتها، اللي الشخص صاحب الشخص طليقي بيقول حضرتك ربنا انطقك بالحق ان انت بتقول ان انت طلعتني من قلبهم يعني، وبيقول ان انا رحت اتعدى بالسب وبالضرب على عيله مكونه من 8 اشخاص بطولي. ان شاء الله باذن الله انا هطلع قريب ان شاء الله في برنامج وهتشوفوا حجم جسمي عامل ازاي، واذا كنتوا تقولوا اولا انا انسانه، هو عايرني في الفيديو ان انا معاقه، بس انا فخوره ان انا انسانه معاقه، انا عندي اعاقه في ايدي وهعيدها تاني، لا يعقل ان انسانه معاقه في حجمي اروح اتهجم على عائله كامله مكونه من 8 اشخاص، وبشهاده الانسان الشخص اللي هو صاحب طليقي بيقول انا رحت طلعتها من قلبهم، يعني انت شهدت ان انت طلعتني من وسطهم. مش عارفه انت كنت عايز تطلعني بصه ميته يعني ولا ايه، مش فاهمه بالظبط. وهو بيقول ان دي خناقه ستات، هو في ستات هتضرب الضرب المبرح اللي قدامي ده، ولو حضرتك مش واخد بالك ان انت كده بتورط الست اللي انت بتقول عليها وبتعترف بعظمة لسانك ان انا اتضربت منها، مش واخد بالك؟ بس هو ربنا هو اللي بيظهر الحق. وانا هنزل على صفحتي صور من الاحكام بتاريخ الجلسات اللي انا ذكرتها في الفيديو، وحابه بس اوضح لحضرتكم انه في قانون رؤية بتاريخ رقم القانون او رقم الماده في القانون الدستوري المصري 20، الماده رقم 20 على 2 من القانون رقم 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985، ده قانون الرؤيه في القانون المصري، انه لو انا امتنعت قانونا عن ان انا اخلي ابو ابني ان هو يشوف ابني، له كافه الحقوق ان هو يسقط عني حضانه ابنه. وشخص باللي عامل فيا هو واهله باللي عامل فيا اللي انتوا شايفينه ده، يحق له ان هو لو مسك عليا فرصه زي دي كان وارد جدا ان هو يسقط عني حضانه ابنه لو انا كنت مش بوريه له. وما بيني وما بينه مركز الرؤيه اللي هو كان بيشوف فيه الولد، اللي هم عندهم شهاده وافاده بمرات غيابه ومرات غيابي المقدمه بعذر طبي لمرات غياب اللي هي ابني كان تعبان وقدمت فيها شهادات طبيه. بصراحة أنا مركزتش قوي في الإسراء بتقوله، لأني مركزة في حاجة تانية خالص. عينيها اللي هي اليمين دي اللي مش باين منها نني، يعني أنا مش عارفة وصلت المرحلة دي إزاي. المهم خلاصة الإسراء طلعت قالته على صفحتها في السوشيال ميديا إنه مش عايز يصرف على ابنه وعايزة تتنازل عن قضية النفقة اللي هي رفعها. بعد الفاصل هنشوف إسراء بنفسها جنبي هنا، شوفها اتعالجت ولا لا. أنا ما رضيتش أشوفها قبل الهوا، يعني هشوفها على الطبيعة وصل في وشها إيه.